في واقعة غريبة وعجيبة أعرض 3 دبابات عسكرية للبيع. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. في حادثة غير مألوفة قام مجهولون بعرض 3 دبابات عسكرية للبيع على مواقع متخصصة بالبيع الإلكتروني عبر منصة فيسبوك. وتظهر إحدى الصور المنشورة للدبابات وجودها في محافظة شبوة رغم عدم تحديد موقعها بشكل دقيق. وأكد الشخص الذي عرض الدبابات للبيع أنها تتواجد في شبوة، مشيرا إلى أنها من النوع الروسي، حيث تم تحديد سعر الواحدة منها 200,000 ريال سعودي. وجاء في نص الإعلان: معنا 3 دبابات T62 للبيع، وسعر الدبابة 200,000 ريال سعودي. وتعتبر هذه الواقعة الأولى من نوعها في مدينة عدن، حيث لم يسبق أن تم عرض دبابات عسكرية للبيع في هذه المنطقة.